بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم، أنا محدثكم الدكتور سفيان عباس، في حلقة جديدة من برنامج القانون والمجتمع. أعزائي، استقبل آراءكم مشاركاتكم ومداخلاتكم على الإيميل الذي يظهر أسفل الشاشة تباعا. أعزائي، رحبوا معي في الاستوديو بالنائب الدكتور جعفر إبراهيم، رئيس برلمان كردستان وكالة. أهلا دكتور. أهلا بك. أهلا بك. شرفتنا. أعزائي المشاهدين، سوف أتحاور مع ضيفي في محاور عدة، دستورية وقانونية وأحكام ومبادئ وأهداف قانونية دولية. المبدأ العام أعزائي المشاهدين، لا يمكن تشريع أي قانون أو دستور ما لم يحقق مصلحة عامة. أي بمعنى، المشرع يأخذ في نظر الاعتبار المصلحة الكلية للأمة في أي تشريع، سواء قانوني أو دستوري. من هذا المنطلق سوف أتحاور مع ضيفي الدكتور جعفر إبراهيم، رئيس برلمان كردستان وكالة، في شأن قرار مجلس النواب الأخير، أو بتعبير أدق، مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات اللي شرعها البرلمان العراقي. لا أستطيع أن أقول برلمان عراقي لسبب بسيط، أنه منتهي ولايته، هذا واحد. ثانيا، هذا التعديل مس المبادئ العامة في التشريعات القانونية والدستورية. مجموعة من الخاسرين الفاشلين شرعوا قانون أو عدلوا القانون لمصلحتهم الذاتية، لأن الشعب الناخب رفض هذه المجموعة. دكتورنا العزيز، أهلا وسهلا. أبدأ مع حضرتك من حيث انتهى مجلس النواب العراقي. كيف تقيم هذا التعديل الذي خرق المبادئ والقواعد العامة في الدستور والقوانين؟ أنا أتفق مع الرأي القائل بأنه هذا القرار لمجلس النواب العراقي قرار معيب من الناحية الشكلية ومن الناحية الموضوعية. كان من المفروض أن يتجنب الإخوة في مجلس النواب العراقي للجوء إلى مثل هذا القرار، لأن من الناحية الشكلية الولايات، هذه الدورة الانتخابية هي بين فترتين انتخابيتين، والانتخابات وقعت فعلا. فبعد الحصول النتائج أن يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية جيد لتعديل قانون الانتخابات، حتى لو تم تعديل قانون الانتخابات كان من المفروض أن يشمل هذا التعديل للانتخابات القادمة، وليس لهذه الانتخابات القائمة فعلا، والتي حصلت نتائجها. حقيقة القرار معيب جدا، وكان ولهذا القرار تداعيات خطيرة سياسية على مستقبل العمل السياسي والعملية الديمقراطية في العراق. يعني القرار وصل بالعراق إلى نقطة حرجة جدا. يعني بات المواطن العراقي يفتقد الثقة في هذه المؤسسات العملاقة، يعني بات يفقد الثقة في مجلس النواب العراقي. كيف المواطن العراقي يرى في مجلس هذا، عندما يظلم ويقع عليه الظلم في أي حادثة، كيف يتوقع بأن مثل هذا المجلس، مجلس النواب العراقي، بإمكانه أن يرفع الظلم عن المواطن العراقي؟ وأن يدخل في مسائل، هي هذه المسائل حقيقة كان من المفروض للنواب أيضا يتجنبون أن يدخلون في 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 مسألة هي المسألة حسمها الانتخابات. ليش تسوي الانتخابات؟ إذا أنت تلجأ للانتخابات وتنتهي الانتخابات والمجلس القديم
يقيم هذه النتائج هذه المسألة. ما أتصور حاصلة مثل هذه الموضوع في أي بلد ديمقراطي في العراق. نعم. في العالم. نعم. العراق وحيد في اللجوء إلى مثل إصدار مثل هذا القرار. دكتور عفان. والقرار معيب، وفي نظري بأن القرار يعني مردود لأصحابه. نعم عفوا دكتور، يعني أريد موقف الخطاب السياسي الكردستاني بعد أن استهدف هذا التعديل إلغاء نتائج الخاص في كردستان. سؤال طرح نفسه، لماذا كردستان حصريا؟ هذه المسألة بالذات من مجمل كل هاي المسائل اللي دخل بها مجلس النواب، يعني جملة القرارات اللي أصدرها مجلس النواب. نعم. هذه القرارات في نظرنا باطلة. نعم. لأنه من ناحية شكلية ومن ناحية الموضوعية هي هذه بها عيوب كبيرة جدا. نعم. وخطيرة جدا. لكن عندما خص بالذكر إحدى هذه القرارات. نعم. إلغاء أصوات التصويت الخاص في أقليم كردستان، نتائج التصويت الخاص في أقليم كردستان تحديدا وحصرا، وتصديق هذا يعني بأنه بقية التصويت الخاص في العراق مقبول ومصادق عليه، هذا يعني بالذات بأنه رسالة سياسية، هذا يحتوي إلى رسالة سياسية موجهة إلى أقليم كردستان، هذا بمثابة عقوبة أخرى يلجأ إليها مجلس النواب العراقي للأسف لعقوبة خيرة الناس المناضلين الوطنيين الأحرار في أقليم كردستان وهم البيشمركة. نعم. يعني البيشمركة إذا تعاقب البيشمركة وقوات الأسايش الذين دافعوا عن العراق. نعم. الذين دافعوا عن كرامة العراق. نعم. وحرروا الأراضي العراقية من الداعشيين من الدواعش والإرهابيين. نعم. تعاقبهم بهذا الشكل. نعم. المفضوح والغير مقبول، هذه المسألة حقيقة نحن في أقليم كردستان وفي برلمان كردستان قلقون جدا. نعم. مو من مصير الأقليم، ولا لأن الأقليم جاوز هذه المسائل، مثل النواة يخطأ غيره يخطأ يرتكبون أخطاء، نحن في الأقليم كردستان نحاول إصلاح الأمور بقدر ما بإمكاناتنا، لكن هذولا يخربون كل العراق يعني. نعم. بهذا الشكل من الخطوات الغير مدروسة ولد بيها كثير من الأنانية. يعني شوف عضو مجلس النواب العراقي ما يحصل على الأصوات، يصر بأنه يصير عضو مجلس النواب العراقي. نعم. الناس يعني بهذا الإصرار تصير التشبث بالمناصب، حقيقة هذه مش شيمة الخاسرين. عفوا دكتور، نعم يعني هذه المجموعة اللي هي 160 نائب من الخاسرين الفاشلين المرفوضين، البقية 40 واحد اللي رفضهم الشعب. نعم. طيب هذه مجموعة متمردة، عندما يلغون الاستفتاء الخاص في كردستان حصريا، ماذا تعني هذه الرسالة إلى المواطن الكردستاني اللي طالما يحلم بتحقيق أهدافه القومية أولا التحررية، ثانيا يريد شراكة حقيقية مع بغداد؟ نحن حقيقة المواطن العراقي بشكل عام والمواطن الكردستاني واعي جدا. نعم. يعرف بأنه العراق به خيرين كثيرين، والمواطن العراقي الكردستاني يطلع إلى الخيرين في بغداد وفي جنوب وفي كل محافظات العراق. نعم. بأن يتجاوزون مثل هذا العمل السيء والذي يسيء إلى العراق. نعم. لأنه الكثير من السياسيين يخطئون، لكن كل أملنا هو في المواطن الحر العراقي الذي يدخل في ساحات التحرير وبقية ساحات بغداد ويرفع صوته ضد الظلم، لأن الظلم في بغداد هو يعني المسألة ما يتجزأ. يعني في حقيقة نحن أدينا في السابق من 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 يوم الاستفتاء أدينا، ومن قرارات مجلس النواب العراقي السابق أدينا، وهذه القرارات أذتنا أكثر وأقلقنا أكثر، ونحن حقيقة مو من مصلحة قومية ولا مصلحة جغرافية منطقوية في أوية. نعم. من منظور توجهنا هو توجه وطني عراقي، هذه القرارات خطيرة جدا على مستقبل كل العراق. عفوا دكتور، يعني نحن في أقليم كردستان حقيقة بإمكاننا أن نتجاوز هذه الأزمات مثل. نعم. هذه الأزمات، لكن هاي تأخر العملية السياسية، تأخر العملية الديمقراطية، دخلت العراق
اليوم في نفق مظلم. نعم. يعني أحسنت. شنو أمل المواطن العراقي؟ أحسنت. في حلحلة هذه الأمور. يعني دفعوا العراق إلى حافة هاوية. سؤالي دكتور عفوا، يعني الكرد عادة المثل العراقي أنهم يصنعون الملوك من عام 2003، وهي طبعا هاي المثل قديم من 1925، الكرد شاركوا في العملية السياسية أو في مسيرة العمل الوطني العراقي. سؤالي يعني دائما شوف الكتل الفائزة جاءت تبحث تحالفات مع الكردستاني، جبهة الكردستانية. الجبهة الكردستانية الآن في ظل الوضع الحالي، يعني قبل أن تحرق الميليشيات الصناديق الاقتراع، كانت تدعو إلى شراكة حقيقية مع بغداد والتوازن في العلاقة بين الطرفين. سؤالي محوري، يعني بعد أن العراق الآن على حافة بركان كبير أو بالأحرى مثل ما تفضلت المجهول، ما هو موقف القيادة الكردستانية من الوضع الحالي؟ مثل ما ذكرت في السابق أسلفت بأنه نحن نتابع الوضع عن كثب. نعم. وبقلق وبحذر حقيقة، المسألة مو هينة. نعم. يعني شوف الأجواء في بغداد أجواء غامضة جدا، ومن هذا الغموض تخاف، من هذا الغموض شو السبب حرق الأصوات؟ شو السبب المجلس النواب بهذا الشكل يدخل في جلسات استثنائية ويصدر قرارات؟ هذه القرارات بها رسائل سياسية. نعم. لكن في أقليم كردستان نحن إيجابيون، تعودنا على الإيجابية، تعودنا على النظرة المستقبلية الإيجابية. حقيقة لازلنا نعول على العقل السليم في العراق، لازلنا نعول على القادة الخيرين في بغداد، وتواصلنا معه مستمر. هذا التواصل مبني على تحالفات تاريخية وعلى نضال مشترك. دافعنا عن العراق الحر وناضلنا من ضد الدكتاتورية، وهذه البعد التاريخي مع القادة العراقيين، سواء كانوا، لا نفرق بين السنة الشيعة، القادة العراقيين السياسيين. حقيقة كان هناك من يعمل في الظلام في كل ظروف العراق حتى في السنوات السابقة، لكن نحن الأيادي الخيرة في أقليم كردستان. وأنا أذكر، لا أستثني أحدا، لكن الدور الرئيسي المطلوب دكتور. هي من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تحديدا، ليس لدينا حاليا جبهة كردستانية، لكن نأمل ونعمل من أجل أن يكون هناك تحالف كردستاني يجمع كل القوى الكردستانية في أقليم كردستان. يعني ذهابنا إلى بغداد. نعم. هي من ليس من أجل المناصب، هي من أجل المقاصد. المقاصد مو كردستانية فقط. نعم. نعم هناك خصوصية كردستانية نعتز بها ومن حقوقنا، يعني هو جزء من حقوق ومبادئنا، لكن مقاصدنا مشتركة عراقية وبامتياز وطنية. لا ندخل ضمن أي تحالف في بغداد إذا كان هذا التحالف لا يضمن البعد الوطني المتوازن لكافة المكونات ولكافة القوى السياسية العراقية. الحقيقة هذا المطلب غير مستحيل وغير تعجيزي، لأنه عندنا تجربة سابقة، تكرار. نعم. تجربة ناجحة سابقة دكتور، تصور تنطينا الأهلية والقدرة لتجاوز الأزمة الحالية. أحسنت. هذه باتت ثوابت عند القيادة الكردستانية بشأن المشاركة الحقيقية مع المركز، باتت معروفة. نعم. سؤال، من نفاذ الدستور في 1/1/2006 الحكومات المتعاقبة ظلمت شعب كردستان من حيث عدم تطبيق المواد الدستورية تطبيقا عادلا، من حيث الحجة في عدم تطبيق قانون الإقليم، مشرع قانون الأقاليم. الإقليم كردستان مو إلى حق يشرع دستور، ما إلى حق يستثمر الثروة النفطية. الحكومات المتعاقبة ظلمت الكرد نتيجة عدم تطبيق المواد الدستورية، بالعكس اخترقت المواد الدستورية ضد الأكراد، بدليل المادة التاسعة من الدستور تحدث مبادئ عدم استخدام القوات المسلحة في قمع الشعب. نعم.
قمعت شعب كردستان في كركوك وطوس والمناطق المتنازعة عليها ارتكبوا جرائم. هذه واحد. الدستور المادة 9 نفسها تقول يحظر تكوين ميليشيات خارج القوات المسلحة. شكلت ميليشيات لقمع مو بس شعب كردستان بقية المكونات. حقيقة نحن إذا نرجع للتاريخ هذه المظالم معروفة ومستمرة نعم. للأسف. لكن ما نأمله هو أن نجد يعني من إخوتنا الذين يتحملون المسؤولية حاليا مسؤولية تاريخية في بغداد القادة السياسيين العراقيين المخضرمين لعندهم تجربة لعندهم تطلع وطني نتواصل معهم نصل إلى صياغة مشروع وطني جديد ومشروع وطني جديد. هذا المشروع الوطني الجديد يضمن احترام الكامل للدستور. أحسنت. الاحترام الكامل للدستور يرجع الحقوق إلى أصحابه. وحقيقة الكردستانيين مظلومون جدا تاريخيا مظلومون. وهذه في فترة حقبة بعد تحرير العراق يعني اللي نسميها بعد فترة النظام البعثي في هذه الفترة يعني حقيقة كان لها تطلعات كبيرة جدا باحترام هذا الدستور. الدستور لم يضمن كافة حقوق الكردستانيين. الكرد يحترمون الدستور نعم لكن هذه المسألة حكومات العراقية لا نعم. تحترم الدستور. يا ريت لو هذه الحكومات احترمت حقوق المواطن في بصرة. يا ريت لو احترمت حقوق المواطن في النجف في الأنبار في الموصل. لم تحترم أحدا في هذه نعم. الحكومات. هذه الحكومات حقيقة لا أستثني منهم أحدا. النجاحاتها جزئية جدا والنجاحاتها حقيقة لا يمكن مساواتها مقارنتها مع الفشل الذريع في مجالات مهمة جدا نعم. الفشل استقرار الأمن والاستقرار في العراق فشلوا به فشلا ذريعا. أقليم كردستان هو الأقليم الوحيد الناجح في العراق أمنيا نعم. ليش أنت مليارات الدولارات ما تنجح في استتاب الأمن في بغداد في بغداد نعم. ما تقدر توفر الأمن في بقية محافظات العراق أحسن. الأخرى. هذه المسألة جدا حقيقة في هذه يعني المسألة احترام الدستور هي من أجل كل العراقيين نعم. لكن نحن الكردستانيين حقيقة انظلمنا جدا لأنه ناحية التكامل الفيدرالي هي مسألة هو سؤال جداً إلى متى هاي بالضبط. المظالم نعم بالضبط هاي المسألة نطلع إليها في هذه الفترة لابد من وضع حد. تكلمنا عنها في فترة الحملة الانتخابية نعم. قلنا في الفترة الانتخابية إذا نريد استقرار العراق تعالوا نطبق المادة 65 من الدستور. المادة 65 ينطينا التكامل الجغرافي التكامل الاتحادية نعم. للنظام الفيدرالي هذا نعم. النظام الفيدرالي هو اللي من أجل العراق نعم. العراق ما يستقر إذا ما يستدب به النظام الفيدرالي. المادة 65 زائد المادة 140 نعم. يعني الركيزتان أساسيتان لاستقرار النظام الفيدرالي في العراق نعم. بقية مواد الدستور حقيقة إذا يكون هناك منصفين على مستوى السلطات الاتحادية ما أستثني منه حتى السلطة المحكمة الاتحادية والمجلس القضاء الأعلى المفروض يدخلون في لأنه مراقبة القوانين من اختصاصات المحكمة الاتحادية نعم. المحكمة الاتحادية شلون تراقب تنفيذ القوانين؟ المحكمة الاتحادية دكتور مسيسة المفروض ضعيفة مشلولة. ندخل في حوار جدي مع المخلصين في هذا البلد نعم. من أجل تقويم الأمور نعم. تقويم الأمور يبدأ بالمصارحة والمناصفة نعم. إذا ما نصارح ما ننصف الناس نعم. لازم نتصارح نصارح نقدر نتصالح أيضا نقدر ننصف المظلومين. عفوا دكتور هو كان سؤالي ضمن هذا الإطار أنه الكرد يطبقون الدستور يتعاملون بحسنية مع الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 1/1/2006 النتيجة هاي المظالم النتيجة عدم تطبيق المواد الأساسية اللي هي 140 يعني الآن في ظل يعني إعلان نتائج الانتخابات يعني لا أعرف النواب الكرد كيف سوف يتصرفون مع هكذا ساسة قسم منهم حقيقة من الخاسرين
يعني هاي كانت مهزلة الخاسرين، جلسة مجلس النواب العراقي الأخيرة نعم. مهزلة الخاسرين، كانوا داخلين بها عدد من عدد من النواب الكرد للأسف، الأسف للجميع، لكن نعم. الكرد اللي حضروا فيهم مثل هذه الجلسات وصوتوا لإلغاء نتائج التصويت الخاص. الدستور يحرم هذا التمييز نعم. بين صوت خاص في بغداد، صوت خاص في أقليم كردستان. الدستور يمنح هذا حق مقدس للمواطن نعم. أن صوته لا يمكن لأحد أن يلغي، ماكو جهة تلغي ما أبدا نعم. لكن بشكل جماعي نعم. بشكل تمييزي. هذا التمييز مبني على توجهات سياسية. أحسن دكتور نعم. وهذه أحسن. المسائل حقيقة أنا قصدي هل ستعاد الكرة مرة أخرى أيضا وترجع المظالم وعدم تطبيق المواد السرية؟ 50 مادة ما مطبقة الآن تطبيقا عادلا بحق الكرد. بالتأكيد لم نقبل الظلم في السابق أي. وهاي التجاوزات لا يمكن أن نقبلها جي. في أقليم كردستان الشعب واعي والشعب سياسي يعرف حقوقه، يعرف واجباته. جيد. يعني تحدينا النظام الفيدرالي في بغداد، الحكومة الاتحادية نعم. قلنا لهم تعالوا نطبق الدستور بأي مادة نحن يعني الأقليم متهمون فيه، تعالوا نحقق في الأمور. في المواد الأخرى اللي ندعي نحن بأنه 55 مادة أنتم متجاوزين عليها، تعالوا نحقق في الأمور نعم. التحقيق يضمن بأن يكون هناك التقييم جيد. جيد. عفوا دكتور، انتقالة أخرى بمناسبة الأمان والبناء والتطور الحضاري في إقليم كردستان، بدي أيضا أن أسلط الضوء وأتحاور معك حول الحزب الديمقراطي الكردستاني. هو تأسس كما هو معروف عام 1946، أسس الشهيد الخالد مصطفى ملا مصطفى بارزاني، واستمر على مدى 72 عام يحقق نجاحات من أجل تحقيق الأهداف القومية للكردستانيين في عموم المنطقة. سؤالي المحوري، ما هو سر نجاح هذا الحزب، خصوصا أنه حصل على 26 مقعد، هو الحزب الوحيد اللي حصل على هذا الرقم دون تحالف مع الأحزاب السياسية. ما هو السر في نجاح هذا الحزب العريق العملاق؟ أشكر على هذا المحور، وأتصور بأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤسسة رائدة في العمل السياسي والعمل الإنساني والعمل الحضاري نعم. كما أسلفتم بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو حقيقة يملك تاريخ نضالي مشرف نعم. وبالإضافة إلى هذا التاريخ النضالي، هو دائما لديه قيادات، هذه القيادات تأخذ المصلحة الوطنية و القيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني هي معروفة بأنها قيادات تناضل وتعمل من أجل الخير، من أجل الجميع. جيد. وأخلاقيات الحزب الديمقراطي الكردستاني معروفة، أن تكون قيادة في المقدمة، ولا يمكن أن القيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني هي معروفة تاريخيا، البارزاني الخالد، الرئيس مسعود البارزاني، في كل الجبهات هي رائدة ومقدامة وفي المقدمة نعم. لا يمكن أن تفصل حياة قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن حياة أبسط بيشمرقة، أبسط مناضل كردستاني. حقيقة في هذه المسألة نحن دائما في حزب الديمقراطي الكردستاني نؤكد على المبادئ وأخلاقيات النضال هي أساس نجاحات الحزب الديمقراطي الكردستاني نعم. السياسة يمكن تخطئ بها، يمكن أن تنجح، لكن الأخلاقيات إذا خسرت بها تخسر كل حياتك، تخسر كل حزبك، لأنه صوتنا في بغداد صوت بدون رياء، ذو وجه واحد. في أقليم كردستان نفس الشيء، القضايا القومية لم نساوم عليها أبدا نعم. في أنقرة، في بغداد، في طهران لدينا صوت مسموع، صوت واحد جيد. خطاب واحد، خطاب هو خطاب كردستاني وطني. ونحن دوما كنا يعني كل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني ومواقف الرئيس مصطفى البرزاني الخالد، مواقف السيد الرئيس مسعود البرزاني، ودائما كان في مصلحة كل العراقيين،
طيلة نضال حزب الديمقراطي الكردستاني لم يسمح بأن يحصل هناك صراع عربي كردي. نعم. العلاقات الاجتماعية العربية الكردية كانت في أحسن حالتها. نعم. الثورة كانت مستمرة والعلاقات الاجتماعية في 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 جانب آخر هي كانت محفوظة. وفي كل يعني دائما هاي المسائل المذكورة، جبال كردستان كانت متروسة من المناضلين الأحرار العرب. نعم. دائما وين يلجؤون؟ يلجأ إلى 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 الثورة الكردية، الثورة الكردستانية. حقيقة هذه المسائل، التراث الحزب الديمقراطي الكردستاني هو سر النجاح. نعم. والقيادة، قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني ومواقف الرئيس مسعود البرزاني، سياساته هي هذه السياسات هي اللي تجعل الحزب الديمقراطي الكردستاني يبقى قويا ويخاطب الجميع بدون استثناء، حتى الذين هما عادوا أقليم كردستان في السابق. أول شخص قام بالمصالحة وأسس مشروع المصالحة الوطنية هو الرئيس مسعود البرزاني. نعم. عام 1991 عفى عن الفرسان و... عفى عن ال... نعم. ثلاث فرق ما طبق قانون سلام والعدالة، ثلاث فرق من الجيش العراقي في ذاك الوقت هم اللي ارتكبوا الأنفال. نعم. أبادوا الشعب الكردستاني. نعم. لزموهم السوابهم عفى عنهم. أفضل. هذه المواقف. نعم. هي اللي تجعل المواطن يشعر بأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني قريب منه. نعم. قريب من همومه، قريب من أفكاره، قريب من سياساته. والحقيقة أقل حملة انتخابية هو حزب الديمقراطي الكردستاني قام بها. يعني. قمنا بهذه الحملة 15 يوم، البقية. نعم. قاموا به بشهرين وأكثر من شهرين، لكن الناس منحوا ثقتهم للحزب الديمقراطي الكردستاني. يمتلك حب الشعب الكردستاني لولا الحقيقة الأساليب غير الديمقراطية في الحملة الانتخابية والعقوبات اللي قام بها ناس حقيقة ما نحسبهم على العراق، لأنهم مو عراقيين. نعم. العراقي المفروض يكون مخلص لكل العراقيين، مفروض يحب الكرد كما يحب غير الأكراد. لكن لولا هذه الأساليب لكان الحزب الديمقراطي الكردستاني كان بإمكانه أن يأخذ أن يحصد أكثر من 35 كرسي. جيد. حقيقة دكتور، لكن إذن شو سوى بكركوك؟ نعم. إيش سوى بتوسخماتو؟ إيش سوى بكوت؟ إيش سوى ببغداد؟ نعم. حقيقة كان هناك عقوبات قاسية ضد الناخبين، بالتحديد ناخبي الحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم. عفوا دكتور، يعني أفهم من كلام حضرتك أنه هنالك التزام أخلاقي بمبادئ الحزب، يعني بتعبير آخر كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني عندما تتبوأ المناصب سواء برلمانية أو داخل حكومة تقليم كردستان ملتزمة بذات المبادئ الأخلاقية للحزب، بالتأكيد. بدليل لا يوجد فساد بين أعضاء الحزب، هناك عفة، قيم، مبادئ، أخلاق في التعامل مع الشعب، ولهذا كون هاي القاعدة الجماهيرية. على فكرة أنت أحسن مني تعرف، ليست على مستوى كردستان وإنما على مستوى المنطقة، عموم المنطقة بالشرق الأوسط، أينما وجدوا الأكراد الحزب الديمقراطي بالقمة. هذا الشرف للحزب الديمقراطي الكردستاني أن يمتد جمهور الرئيس مسعود البرزاني من مهابات إلى ديار بكر إلى قامشلو إلى لبنان، والجالية الكردستانية في للحزب الديمقراطي الكردستاني في المهجر. نعم. صوتت بالأغلبية لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا ما تبعت الحقيقة، وهذا هو ثمرة النضال. إذا تناضل بإخلاص من أجل الوطن. نعم. من أجل الشعب، من أجل الناس، الناس تمنحك ثقة. عفوا دكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل وأعود. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عفو، بس عندي وردة رسالة من الدكتورة منى عبد السلام، أستاذ القانون الدستوري مقيم خارج العراق، تتحدث يعني الرسالة لي تقول يا دكتور سفيان، الديباجة في الدستور تقول لنصنع عراق قنا جديد، عراق المستقبل من دون أعراض طائفية إلى آخر النص، ولا تمييز ولا مناطقية. هل طبقت على الأرض حقيقة؟ هل الحكومات العراقية المتعاقبة احترمت نفاذ الدستور بحق مكونات الشعب العراق بعامة وشعب كردستان بخاصة؟
وخصوصا المادة 140 انموذجا فتقترح على الرأي العام الكردستاني في العراق والمنطقة الابتعاد عن الحكومة الاتحادية في حالة استمرار تجاهل حقوق شعب كردستان واضطهادهم بهذه المظالم. كيف تعلق على رسالة؟ نشكر الدكتورة منى. هذا الشعور طيب جدا وشعور وطني وحب للعراق حقيقة. العراق من يظلم أبناءه المفروض الأبناء أيضا المواطنين حقيقة المفروض أن يكون لديهم مواقف واضحة جدا ضد الظلم. الأقليم كردستان لم يتعود على قبول الظلم، ولهذا فحقيقة من هذه القرارات الأخيرة وبقية القرارات وبقية فقرات المواد الدستور لأقليم كردستان كانت له مواقف، وفي المستقبل أيضا يكون له مواقف واضحة وصريحة جدا. إصلاح الأمور نحن حاضرون، نعم. البقية نرفضها رفضا قاطعا. جيد دكتور، إذن أفهم من كلام حضرتك أن النواب الكرد الجدد سوف يحملون في حقائبهم هذه الحقوق مع المظالم. بالتأكيد حضورهم في بغداد يكون من أجل المصلحة الوطنية، ومن ضمن المصلحة الوطنية ورفع الظلم عن شعب كردستان. نعم دكتور، عفوا، لابد من توحيد الجبهة الكردستانية في جبهة واحدة حتى يكون أولا الأرضية اللي يقفون عليها أقوى وصوت مدوي في بغداد. بالتأكيد المحاولات مستمرة وجهود ماضية من أجل تحقيق هذا الهدف، وهذا الهدف حقيقة هي وسيلة جدا ضرورية مطلوبة عندما يكون حضورهم في بغداد ضمن تحالف كردستاني موحد، أكيد يكون صوتهم مسموع أكثر. جيد، شكرا جزيلا دكتور. أهلا بكم. أهلا. لهذا اللقاء العميق والمبني على أسس قانونية ودستورية خلاقة. شكرا دكتور مرة أخرى. أعزائي المشاهدين، وشكرا لكم، ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.